لرأس شمرة تاريخ غير معالم الحضارة الإنسانية ورسم اسم أوغريت بحروف من نور، وفيما يرتبط تاريخ العالم بأسره بلحظة خط فيها أوغريتي الأبجدية الأولى والنوتة الموسيقية الأولى، ترتبط الذاكرة الحية لأهل القرية بضربة محراث فلاح اكتشف عن طريق الصدفة مدى خصوبة أرضه. شو أحلى ذكرى لك بهيدا الموقع؟ أحلى ذكرى لي في هذا الموقع أنني عندما مسكت طبشورة الأولى وتعلمت ألف باء تاء ساء، هذه اللحظة الأولى. اللحظة التالية عندما اكتشفت تاريخي واعتبرت بأن المركزية التاريخية للثقافة البشرية تنطلق من أوغريت. المرحلة الثالثة عندما بدأت عواطفي تستيقظ تجاه الجمال، أنني تأبطت زراعة فتاة جميلة ومشيت في هذه المواقع. كل روح بشرية تصوغها أبجدية أوغريت تصل إلى مستوى الخلود. هذه هي مشاعري، وأحاول قدر المستطاع أن أنقل تلك المشاعر إلى كل الناس، بحرا سماء شجرا، أنقلها في كل الاتجاهات الست، بمعنى شمالا جنوبا شرقا وغربا سماء وأرضا. ومن لم يتعلم تاريخ أوغريت على مقاعد الدراسة تعرف إلى أهميتها من خلال العمل في الموقع الأثري. اشتغلنا بالموقع من عمر يعني بالعشر سنين 11 سنة هيك بهالعمر اشتغلنا مع البعثة. يطلع معنا فخار، يطلع يعني يطلع هيك أحيانا قطع ذهب ما يرغبوا مثل الفخار، والهي يقولوا الفخار قيمة أثرية أكثر. ونحن من زمان هون كانوا البعثة الفرنسي تجي تشتغل هون وتبع الحارة أنه يشتغلوا هون، وكانوا يطلعوا كتير معن هيك شغلات تابلتات وهيك، وكان كل شخص يطلع معه القطعة يكافئوا ويفرجوا إياها. نشتغل تنقيب بالآثار بالحفريات، بحفريات الآثار يعني من دوام من الصبح الساعة 6 بنكون بالموقع، ونحن مبسوطين كتير بشغلنا، وخاصة ساعة اللي بيطلع منا شي لقاء أثري كتير بنبسط وبنفرح فيها. وكنا نشتغل يعني شي كنا شي 10-15 عامل من هون بالضيقة نشتغل، كل سنة ننزل متر غمقة نزلنا حتى وصلنا إلى الصخر. اكتشفنا طبقات في وقت اللي نزلنا شي 3 أمتار، يعني حوالي 3 أمتار، وإذا طلع معنا دائرة بشكل صيني يعني الترا الأتربي من دائر مدائر الدائرة كلها رطبة مرطبة في مي، يعني مثل إذا كان موحل يعني. هالدائرة هاي ناشفة مثل القش يعني ناشفة، قمنا حفرنا عليها بالمواسو بالهزيزم بهدوء لا اكتشفناها، وإذا طلع رأس غزال مدائر بها الدائرة هاي. وبالنتيجة قمنا صوروها. أنا طلع معي لوحة أبجدية، كانت هيدي رسالة من أوغريت بعتها لابن راس بن هاني هيك على موجة بحديث الخبير يعني الفرنسي. وطلع معنا ليون أسد صغير ويديه أصابة والكل، بس يعني مسكوب يعني شكل مثل شكلة الذهب والفضة والأحرى. جينا أخذنا الأستاذ عدنان قلنا له شو دكتور شو هاي كانوا يستعملوا لها هاي من ياقوت أحمر، شو كانوا يستعملوا يا دكتور؟ قال لي هاي يا عزيز هايدي كانوا يحطوها للحاملة الحاملة فورا يعني تولد. يقال أن التاريخ يكتبه الأقوى، وأوغريت التي صححت كتب التاريخ هي شاهد أزلي على انتصار نور الحضارة على ظلام يستقوي بالمال والسلاح.